فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك أغنام نوعها سوري من سوريا، هناك أغنام نعم نوعها سوري من سوريا، وتكون آذانها طويلة، فهل آذانها طويلة نعم، فهل يجوز أن أقطع شيء من أذنيها وهي صغيرة، لأن الآذان الطويلة يصيبها أمراض من أسفلها لأنها تقع في الطعام والماء؟ الله خلقها هكذا، فلا تقطع شيئا منها إلا إن كان من باب الوسم، من باب الوسم تقطع شيئا منها من باب الوسم لتعرف به، فلا بأس. نعم.